كنت حرامي شاطر بس كداب خايب؟ لا، كنت حرامي شاطر وكداب شاطر. لسه كداب شاطر؟ مجامل بزيادة ممكن أقول، يعني مش سهل قوي إن أقول اللي جوايا بسرعة أو من أول مرة. وممكن أكون مجامل بزيادة في أوقات. غير مفتاح العربية اللي أنت سرقته، كنت بتسرق حاجات تانية من ماما؟ لا 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 لا، يعني عمري ما. فكر فكر شوية. ما فيش حد ما فتحش شنطة أمه ودعبس في فلوسها؟ فكر بس. بس كنت بلاقي خيالها وراها على طول، يعني لو بعمل أي حاجة أكيد طبعا. لا، فتحنا شنط وفتحنا كوارث وكنت أخد وأجري. وكان عندي مشكلة معاها، فكرة السبت زمان كان إيه؟ البقال تحت، الفكهاني تحت، فأنا أنزل أجيب الحاجة. عمري ما رجعت الباقي في السبت. ما فيش باقي ده؟ لا يا ابني، حط بتاع خلاص بقى، ماما باخد الفلوس وأجري في الشارع ولما نرجع بالليل نتكلم. زي صحابي ليه؟ أنا ماما وبابا منفصلين. لقيت إجابة على سؤالك ده إمتى؟ بعد مثلاً 21 سنة أو بعد 20 سنة، بعد ما كبرت. أكيد أي طفل بيتعرض لطلاق ما بين الأب والأم، وأنا بطبعي أنا بحب العيلة، أنا راجل، أنا عشري وبرج الأسد وبحب اللمة وبحب العزوة، فده تشكيل يعني حتى من وأنا طفل. برغم إن الوالد والوالدة يعني انفصلوا بشكل محترم جداً، والأب كان مع أبويا، كان معانا في البيت ومتابع المدارس والمستشفيات والتربية، إنما في الآخر أي طفل بيبقى عشان يكتمل عاطفياً وذهنياً بيبقى عايز يشوف الاتنين جنب بعض. لما كبرت حضرتك واستوعبت إن لا، الحياة ملهاش علاقة خالص، يعني وارد إن راجل ما يرتاحش مع ست. والطلاق حلال، ووارد الست ما ترتاحش مع الراجل. طبعا ده قبليه، وده ما يعيبش اي طرف فيهم. لا لا لا، ولازم يبقى التعامل في اي نسبه حزب الطلاق، يعني وجهه نظري، كل ما الانفصال كان باحترام وبشياكه كل ما الولاد طلعوا اسوياء. يعني وقتها فهمت ان بابا مش وساب البيت، يعني عملت لك عقده. انا افهم ممكن تكون عملت لك عقده بعد كده في المدرسه لما كبرت شويه، وبتحس ان في كابل اب وام بيجوا. مظبوط، هما الاثنين يعني يشوفوا اولادهم. بس وقت ما كان عندك 4 سنين وعيت على الموضوع ده ان بابا ما بقاش في وعيت. البيت وعيت، كانت ياسمين اخت شهور، انا كنت 4 سنين، فكنت واعي ان بابا مش في الاوضه. ماما ما اتجوزتش، بابا اتجوز وما خلفش. الأب مش موجود في البيت، الأوضة فيها الأم فقط. برغم تواجده معانا 24 ساعة، إنما مشاعر طفل في هذا الوقت طبعاً حسيت جداً. في عيال بتعمل مشاكل عشان تلفت نظر أهاليهم في الوقت ده، تبقى عايزة اهتمام. كنت من النوع ده؟ والله أنا كنت بعمل مشاكل مش عشان الاهتمام، عشان يعني أنا مشاكل، من أجل عشان أنا مشاكل. شقي جداً. ما بحبش الروتين، ودايما عندي فكره 7، طب ما اخليها 7 و10، طب الترابيزه دي كده، طب ما اجيبها كده، طب ما اعمل بتاع مش عارف ازاي. عندي طول الوقت ايه يعني، حاجه لازم في جنونه، في جنونه بالظبط. انا بكره الروتين جدا، ولما جيت سالت نفسي ان انا عايز اخش معهد السينما، قسم اخراج او عالم الفن او طيار، انا قعدت مثلا عرفت اجابه السؤال ده من 5 سنين. مش عايز تلتزم؟ مش عايز التزم. ايه علاقه الفن بالطيران؟ قعدت سنين يا وفاء لحد ما وصلت ان المهنتين ما فيهمش روتين. كل يوم في بلد، كل يوم بتسمعي مزيكا جديده، كل يوم بتعملي مشهد جديد بشخصيه جديده، فانا مش بتاع روتين خالص. انت ملول يعني؟ جدا. بس الحياه بشكل عام يعني، الزوجه والولاد والحاجات دول ما بيتغيروش. لا يا كريم، مش ملول في الحته دي؟ الله يعينها، ليها الجنه. انا اهو على الهوا. لا ليها الجنه طبعا.